السلام عليكم، انا اخي طالعه من خيام الهول. اريد من المجتمع ان يتقبلنا كانسان، احنا سوريات يتقبلونا مثلنا مثل كامراه، لان احنا ضحايا الحرب. احنا لا ناس، لا الاهل تقبلونا ولا مثلا اهل جوازنا تقبلونا، واحنا يسببونا انه احنا عبء عليهم، واحنا راح نجيب لهم مشاكل، واحنا ولا شيء، احنا ترى بس صفه ضحايا. راح اتمنى انه المجتمع يتقبلنا ومثلا تامنونا مثلا اجارات بيوت، لان اهلنا ما تقبلونا ولا اعمامنا تقبلونا، حتى من الارث قطعونا، لانه شو ياخذوا نظره انه مثلا هذا داعشي، بعدين يا مثلا النظام السوري راح يصادر على املاكهم انه هي دواعش، واحنا ما عندنا اي شيء، قاعدين باجارات، وريد تساعدونا بالاجار وامنونا اجارات بيوت، وشكرا لكم.